أم طارق غيث على سؤالي أولويتكم بالحياة جاوبتني يسعد صباحكم العبادة بالأول ويليها ترتيب المنزل وتحضير الغداء إذا في زيارة أحكيناها. زينب سيد أحمد أحلى بونجور من بعلبك لأحلى جوزيف وتحياتي لكل أهالي بعلبك والشيف بيمثلكم هون معنا بعالم الصباح. بحب سلم عليك وبحب هالابتسامة والروح الحلوة اللي عندك. ثانك يو يا زينب. أولوياتي هن صحة راحة راحة البال رضا الأهل والرب. شو معك حق عن جد هم من اولوياتنا. نهى هزيم صباح الصحه راحه البال وشرب القهوه. القهوه اللي ايام سلطان سليمان اكتشفوا القهوه مع سلطانه هيام. غنوة قهوجي يسعد صباحك جوزيف الصحه وراحه البال واهم شيء اهم شيء بالحياه. ام سما صباح الخير اولوياتي اولا ولادي وراحتهم. لازم راحتك كمان يا ام سما. زيزو غزال صباح الورد جوزيف منور اليوم. ثانك يو يا زيزو. سارة عمر خالد يسعد صباحك جوزيف الدراسة والعمل والسفر. ربيع بيدرو صباحه وأولا هو العمل. علي إدريس يسعد صباحك جوزيف الوقت الاهتمام بالمظهر والصحة. مش غلط علي. نور نور أولوياتي أني تابع كل يوم عالم الصباح. ثانك يو يا نور وأنت من أولوياتنا كمان. علا الحركة جوزيف أنا كتير بحبك عشانك كتير إيجابي. ثانك يو يا علا وبتخليني عن جد انطلق بإيجابية. أنا بتشكرك يا علا وعطيتيني كمان هلأ لقلي بوش حلوة. نانو عبد الرحيم أولويات اليومية كيف أكل وشو أكل غير هيك ما بعد الهم شي. لا يا نانو انتبه على الكوليسترول والنصاحة أو انتبهي ما بعرف. نانو اسم النانو ما بعرف إذا صبي أو بنت. كتار منكم طبعا جاوبوني ما رح أقدر أقرأ كل الكومنتس لأنه الشيف ناطرنا يقدر يلحق يخلص وصفاته. ثانك يو على المشاركة عبر صفحة فيسبوك عالم الصباح ودايما فيكم تبعتوا لنا أي اهتمام لأي موضوع بتحبوا نطرحه ببرنامجنا عبر رقم الواتساب 03010533 ونحن جاهزين دايما لنطرحه على أخصائينا. رح ننتقل نحن وياكم عند الشيف حسين بأول محطة لألو أنا بنضم لألو بعد شوي. رشة ملح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تلفزيون المستقبل. اليوم مثل العادة في عنا كمان طبقين مالح وطبق حلويات. طبق الحلويات محضر أنا اليوم كيك بالسميد. هاي أول وصفة. نجي لتاني وصفة عندي لبن باللقطين أو لبن بالقرع. وعندي ثالث وصفة كبة العدس. كبة العدس طبعا وصفة كتير طيبة. كبة العدس النية وصفة كتير طيبة رح نحضرها أنا وياكم. أول شيء في عندي عدس لكن خلينا نخبركم عن كبة العدس وخلينا نشوف المقادير لكبة العدس رح تمرق قدامنا على الشاشة. طيب هيدي كبة العدس. جبت عدس أصفر، عدس أصفر مجروش حطيته بالماء أو سلقته. بعد ما سلقته لكن كبة العدس جاهزة عنا أو العدس المسلوق جاهز. سلقت العدس الأصفر المجروش بعد ما سلقته واستوى ما بده كتير معنا وقت لحتى ينسلق، بده حوالي 25 دقيقة. بعد ما انسلق العدس بضل في عنا تقريبا مي فوق العدس بحدود سنتي. بجيب أنا برغل أبيض ناعم، بحط البرغل الأبيض الناعم بحركهم مع بعض وبطفي النار وبغطيهم حوالي العشر دقايق. بعد العشر دقايق بشيلهم وبصفيهم. موجودين عندي صاروا، شلتهم وصفيتهم بعد العشر دقايق. شو عندي؟ وصلنا لهالمرحلة لكن سلقنا العدس، ضفنا البرغل الأبيض الناعم. عندي بصلة، بصلة مفرومة ناعم، بضيفة البصلة للعدسات وللبرغلات. اوكي طيب لكن مشاهدينا منضيف البصل. بجيب فلفل أسود، بحط كمان رشة فلفل أسود مثل ما عم نشوف. ما خلصنا بس هون لازم وطي النار تحت اللبن. أوكي طيب بجيب كمان بصل أخضر لكن بدي ضيف للوصفة بصل أخضر، بس أنا رح أخذ البصل الأخضر لعروق البصل الأخضر. رح أفرم البصل الأخضر بهالشكل مثل ما عم نشوف. نفرمهم كتير 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 ناعم. أوكي
لكن مثل ما عم نشوف هاو البصلات كيف عم نفرمون بهالشكل هيدا. طيب رح شيل البصل الاخضر كمان حطهن مع الكبه، لكن صار عندي بصل يابس وصار عندي بصل اخضر. كمان ما خلصنا، رح جيب برش حامض، رح حط كمان برش حامض. لكن مثل ما عم نشوف كبة العدس. طيب رح جيب من عصير الحامض غير برش الحامض، بحط عصرة حامضة مثل ما عم نشوف بهالشكل. اوكي طيب اوكي طيب بجيب كمان رب الحار. لكن مشاهدينا رح نضيف رب الحار، ما بكتر حار لان في ناس طبعا ما بيحبوا كتير الحار. وايضا بجيب كمان توم، بفرم التوم كمان ناعم ناعم ناعم، وبضيفه ايضا للكبه. بحط كمون، بحط كمان ملح، ومش غلط اجي حط كمان كم ورقة نعنع ليعطونا نكهة كمان كتير طيبة. لكن عم ضيف عم بفرم النعنع لحتى كمان نضيفه لوصفتنا اللي هي كبة البرغل. بعد ناقصة شو ناقصة؟ اوكي هيدا الجاط عندي، منضيف لها زيت زيتون. كمان بدنا نضيف بندورة، هاي البندورة جاهزة ندعكها. لكن منشمر عن زنودنا ومنبلش دعك بالكبة. اوكي لكن مثل ما عم نشوف كيف عم ندعك نحنا هالكبة، كبة العدس الأصفر النية. اوكي خبرتكم ما خلصت، بعد في عنا بدنا نحط من البندورة المطحونة. لكن مشاهدينا ضفنا للوصفة بندورة مطحونة، ما بتصدقوا قديها الوصفة كتير طيبة. عندي عدس، بس طبعا عدس مجروش سلقته، ما طحنت العدسات، ضفت لهم البرغل الأبيض الناعم سلقناهن مع بعض، صفيناهن، وايضا حطيناهم بهيدا الوعاء مثل ما عم نشوف وعاء متوسط الحجم. ضفنا لقلن نعنع، ضفنا بصل يابس، ضفنا بصل اخضر، وايضا برش حامض، رب الحار، حطينا كمان رشة كمون، رشة فلفل اسود، ملح، وايضا بندورة مطحونة. اخذنا نكهة كتير طيبة لهالوصفة، صدقوني طبق كتير طيب وكتير مميز. في عنا عدة طرق لكبة العدس. اوكي هاي كبة العدس تقريبا صارت جاهزة، فينا نعملها بشكل، انا وياكم خلينا نشوف، فينا نعملها بشكل فراكة بهالشكل، وفينا نعملها كيف ما بدي. انا رح اتركها ترتاح لتاني فقرة، بتاني فقرة رح نحضرها فراكة كبة العدس النية. طيب منحطها على جنب. هاي الكبة صارت جاهزة، خلينا نشوفها كمان على الكاميرا كيف لونها وكيف طلعت عنا رخوة بهالشكل، كيف رخوتها، ما بدها تكون كتير شادة ولا بدها تكون كتير رخوة. اوكي هيدي هي الكبة. طيب خليها ترتاح، بجي للكيك، صار وقت الكيك. هلا الكيك شلنا هيدا القالب، خلينا نحكي انا وياكم على الكيك. الكيك سميد، لكن كيك السميد رح تمرق الوصفه او المقادير قدامنا على الشاشه. كيك سميد طبق كتير طيب ووصفه كتير طيبه، واطيب انواع من انواع الكيك هو كيك سميد. فينا نعمله بهيدا القالب مثل ما عم بتشوفوه قدامنا،
وايضا فيني اعمله بصينيه مدوره ما عندي اي مشكله، وفيني اعمله كيك رقيق كمان ما عندي مشكله. طيب حطيت طحين، حطيت بيكنج باودر، حطيت بيض، حطيت زيت، زيت نباتي، وايضا هون بقول لك للمشاهدين لبن، حطينا بيكنج باودر، وفيكم تحطوا كمان من الفانيل، وحطينا سميد، سميد طحين بيض سكر بيكنج باودر، وايضا مثل ما خبرتكم لبن، خلطتهم كلهم مع بعض وحطيتهم بصينيه. دهنت انا كعب الصينيه بالطحينه مع زيت النباتي، او فينا نحط فينا ندهن الصينيه طحينه، او فينا ندهنها زيت نباتي ونرشها بالطحين لحتى ما يلزق قالب الكيك، بس نفوته على الفرن. طيب سكبتهم بالقالب، فوتهم على الفرن على درجه حراره 180. طبعا اذا الفرن عند ست البيت كان خربان، هون ملاحظة بدنا نحن ننتبه لشغلة، انه الفرن بدها تكون درجة حرارته كتير خفيفة، يعني بدنا نوصه على الاخر، منحط القلب الكيك بالنص، الصينية منحطها بالنص ما منحطها بالارض، وفينا ما نولع من فوق، فينا بس تاخد نار من تحت، بس من تحت بتستوي ما عندي اي مشكلة، او اذا بدكم فيكم تعطوها نار خفيفة من فوق، او اذا كان الفرن فيه في مجهز للكهرباء فيكن تدوروه من فوق على الكهرباء. بس حطيته لكان حوالي 25 ل30 دقيقة بالفرن لحتى استوى عندي قالب الكيك، شلناه دغري. بس نشيله من الفرن شو بدنا نعمل؟ بس نشيل هيدا القالب من الفرن بدنا نكمش نحن القطر ونحط على وجهه دغري قطر. ليه منحط على وجهه دغري قطر؟ لحتى قالب الكيك يتشرب القطر. رح جرب انا وياكم نحط قطر هلا، ما رح يتشرب، انا شلته من الفرن ودغري سقيته بالقطر. هون القطر حاطط فيه انا القطر اللي حضرته، حاطط فيه فانيل بيعطي نكهه كثير طيبه. خلينا انا وياكم نشوف كيف نحط القطر. طبعا هلا سقى ما رح يتشرب القطرات، اوكي خلينا نشوف. لكن شفتوا كيف دغري بس نحط القطر ويكون سخن دغري رح يمتص القطرات. لهالسبب نحن بس نشيله من الفرن دغري منحط القطر عليه. طيب هيدا بالنسبه للكيك، بس خلينا نكفي الكيك قبل ما نروح بريك انا وياكم. خلينا نحط القشطه، القشطه حضرناها، 2 كوب من الحليب، كوب من الكريم فريش، عندي معلقتين من النشا، معلقتين من النشا، معلقتين من الطحين، ماء الزهر وايضا ماء الورد. انا القشطه اليوم مدخلها سكر طبعا لحتى تتناسق مع قالب الحلو اللي عنا. طيب هيدي القشطة جاهزة، منجيب القشطة، اوكي بحط انا وجه هيدا القالب قشطة، لكن منحط قشطة على الوجه. بعد ما نحط قشطة شو رح نعمل؟ رح نحط الفواكه المجففة، رح نحط تمر المطحون، رح نحط المشمش المجفف، فيني حط كمان من التين المجفف، رح حط فستق حلبي، وايضا رح حط كمان من الزبيب. لكن مثل ما عم نشوف القشطه كيف عم بوزعها على وجه هالقالب بهالشكل هيدا، بضل في عنا مشاهدينا طبق الرئيسي. طبق الرئيسي يعني وصفه كتير سريعه ما بدها كتير معنا وقت، بالاخص اللبنات صاروا على النار، اللقطين قليناه وسلقناه رح خبركن عنه بالتفصيل بتاني فقرة. اما هلأ منجي بناخد تمر، بحضر تمرات بهالشكل. لكن مشاهدينا عنا تمر، رح حط تمر انا، شو رأيكم نطلع بريك انا وعم بحط التمرات؟ خلينا نروح نحن وياكم مع بريك جدا قصير وبنرجع سوا.